هعمل لحضراتكم النهارده سمك فيليه بالوايت صوص ومعاه فلفل الوان. المكونات: فلفل الوان، كريمه لباني، طماطم، 3 قطع فيليه، بصل، ثوم، فلفل ابيض، بقدونس وليمون. هحط طاسه على النار تسخن وهحط شويه صغيرين من الليمون على السمك، شويه صغيرين من الزيت، ملح، ومش هحط فلفل اسود بقى، انا هستعمل فلفل ابيض. هاخد نص البصله هقطعها صغير على قد ما اقدر، وبعد كده هسوي الاول السمك الفيليه. مستني بس الطاسه تسخن، هسوي السمك في الطاسه وبعد كده احط المكونات علشان عايز يبقى الوايت صوص يبقى فيه طعم سمك. فهقطع يعني ممكن اقل من نص بصله كمان، كده كفايه. خليه على جنب. هاخد فص ثوم هفرمه شويه، مش صغير قوي بس هصغره يعني على قد ما اقدر. طبعا الوايت صوص ممكن نعمله بالكريمه اللباني وممكن نعمله بالدقيق واللبن والزبده. طبعا كل ما بيكون فيه كريمه لباني بيبقى طعمه غني اكتر. معلقتين زيت، وهاخد السمك زي ما تبلته كده وهحط السمك هنا وهدوس عليه سنه لان السمك ده رفيع شويه فممكن يقبل فوق. دوس عليه بس كده ايه 10 ثواني عشان يبقى كله مساوي للطاسه وكله يستوي نفس السوا. ممكن اتبل شويه دلوقتي بالفلفل الابيض، طبعا نحاول نفردهم بس عشان الهواء بيطير الفلفل، فانا بعمل ايه بحطها عليها على طول. بصل احطه دلوقتي عشان يلحق ايه يطرى شويه. هيبقى فاضل التوم، بس هحط التوم لما اجي اقلب السمك علشان ما يتحرقش. هناخد الحته دي، هاخد يعني ممكن اقول لحضراتكم هاخد شريحه واحده او سلايس واحده من كل لون، والاخضر خليني اخد واحده اكبر شويه عشان تبقى باينه. هقلب السمك وزي ما قلت لحضراتكم مع القلبه الثانيه هحط التوم. حرك كده كويس علشان التوم يبتدي ايه يفك. سنه ملح صغيره، الطماطم يعني الخضار اللي انا حاطه، انا حاطه خضار هزوق بيه الطبق، وبرده علشان تبقى الاكله كلها متكامله فيها خضار وبروتين وكربوهيدرات. هزود شويه من الفلفل الابيض واحط الكريمه اللباني كلها، وهاخد شويه من البقدونس وبرده بالمعلقه كده بالراحه. خلي البقدونس يبقى كله ايه يمتزج مع الكريمه اللباني والسمك والبصل والثوم. طبعا السمك زي ما حضراتكم اللي عارف، طبعا السمك بيبقى مقسومه كل حته فيليه مقسومه لاثنين من عند سلسله الظهر، فلما بيسخن على النار ساعات بيفصل زي مفصل كده والحته بتطلع منها، بس مش مشكله. اخد بقى السمك، ممكن نحط دول تحت. بعدين ناخد الصوص بقى ايه في الطبق من تحت. ممكن نعمل كده بس مش عايز احط صوص كله عشان عايز الفلفل يبقى باين وعايز السمك يبقى باين. وهاخد من الليمون هاخد حتة كده عشان لو حبينا نعصر سنة زيادة يبقى سهل. خلينا الناحية التانية
شوية صغيرين من البقدونس